أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: بعض طلاب العلم عنده شيء من العلم، ولكن إذا رأى جاهلا لا يعلمه بحجة أنه ليس قدوة، وهو مستطيع إذا رأى عاصيا فلا يناصحه، فهل يأثم في هذا الحال؟ نعم يأثم، هذا كاتم للعلم، هذا كاتم للعلم. إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعينون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. العلم ليس، العلم الذي عندك ليس ملكا لك تخزنه، هذا للناس جميعا، من علم علما لا بد أن يبلغه ولا بد أن يبينه للناس، وإلا فإنه يدخل في لعنة الله سبحانه. وفي الحديث: من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ولا يجوز الكتمان لمن عنده علم ويرى الناس بحاجة ويرى المنكر من بعض الناس ولا يناصح ولا يبين إن هذا حرام، لازم يبين، لأن هذا أمانة حمله الله إياها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يثير بعض منكري الصفات بعض الشبه حول صفة العلو، ومنها لا يجوز السؤال عن الله بأين، لأن أين يسأل بها عن المكان، فما صحة هذا؟ يعني الرسول والعياذ بالله، الرسول حينما قال للجارية أين الله، يكون الرسول ضال؟ أسأل الله العافية. الرسول قال لها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فيكون الرسول إذن مخطئ إنه سأل قال أين الله. الله في السماء سبحانه في جهة العلو، مستوى على العرش كما أخبر بذلك. نعم. أنت لا جحدت المكان، أنت لا جحدت المكان، تخطي الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب عقيدك كنت، أسأل الله العافية، أين هذا الضلال؟ نعم. الله جل وعلا قال أأمنتم من في السماء، يعني نفسه، فالله في السماء سبحانه في العلو فوق سماواته مستوى على عرشه، أين يكون؟ يكون مختلط بالعالم، هذا كفر، اللي يرى أن الله حال في العالم ومختلط بالعالم هذا كافر والعياذ بالله، لأنه لم ينزه الله عن الاختلاط بالناس، ولم ينزه الله عن المواضع القذرة والكنف والحمامات، يقول الله في كل مكان، نسأل الله العافية. نعم. أثابكم الله. في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هل هذه الحكمة محصورة على الأنبياء، وما هو أهل؟ لا، الحكمة الفقه يا أخي، الحكمة الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن أوتي الفقه في الدين فقد أوتي خيرا كثيرا وأراد الله به خيرا كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للراقي أن يخنق المرأة المصابة عند الحاجة ويكون بحائل وبحضرة محرمها؟ الحين الجن يؤذيها وأنت تؤذيها زيادة وتخنقها، تعرضها للموت والمضايقة، اقرأ عليها القرآن، كتاب الله يكفي، يكفي، سيحرق هذا الجن ويخرج راما عن أنفه ويتضايق، أما أنت فلا تضربها ولا تخنقها ولا. نعم.
أحسن الله إليكم، هل للعام إذا تدبر القرآن وظهرت له فائدة هل يذكرها للغير أم هي من باب القول في القرآن بغير علم؟ إن كان من العلماء المتأهلين يذكر أن الآية تدل على كذا وكذا، أما إن كان عاميا فهو يستفيد بحسب ما وفقه الله ولا يقول للناس هذا لأنه ليس بعالم، قد يكون مخطي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها في شهر رمضان؟ الكتب تقرأ من الآيات والأحاديث من كتاب الله ومن الأحاديث النبوية التي جاءت في الصيام وفضل الصيام، وإن كان عندك مقدرة علمية تشرحها وتفسرها للناس، وإن لم يكن عندك مقدرة فيكفي أن تقرأها على الناس، تقرأ النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على الناس يسمعونها. هناك كتب مؤلفة لشهر رمضان خاصة، فمثلا كتاب بن قاسم مختصر لطائف المعارف لابن رجب، كتابه مختصر وجيد فيه فوائد عظيمة يقرأ منه، اللي ما عنده معرفة بالعلم يقرأ منه ويسمع الناس لأنه موثوق ومفيد. كذلك كتاب شيخنا الشيخ إبراهيم بن عبيد العبد المحسن اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان، هذا كتاب مفيد وفيه فوائد كثيرة عظيمة، نعم يقرأ منه. نعم. أحسن الله إليكم. هل قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هل هي من باب المشاكلة أم هي بدعة لغوية؟ البدعة على قسمين: بدعة لغوية وبدعة شرعية. البدعة اللغوية هي الشيء الذي ما اعتاده الناس، يظهر ما اعتاده الناس فيما سبق، ليس له مثال سابق، بديع السماوات والأرض أي موجدهما على غير مثال سابق، هذه بدعة لغوية. ولما جمع عمر الناس على إمام واحد في صلاة التراويح هو ما ابتدع بدعة شرعية، لأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى بأصحابه ليالي من رمضان جماعة وهو إمامهم، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم لا يستطيعونها، فلما جاء عمر أعاد السنة التي كان فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه انتهى وقت التشريع فلا يخاف، ما يخاف أنه تفرض لأنه ليس هناك فرضية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر أحيا السنة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الليالي التي أم فيها المسلمين، وما جاء ببدعة شرعية إنما جاء ببدعة لغوية الناس نسيوها فهو أحياها كأنها شيء جديد، لأن الناس نسوها فعمر أحياها وأعاد ذكرها للناس. نعم. أثابكم الله. ما المقصود بأمة الدعوة وأمة الإجابة وما الفرق بينهما؟ أمة الدعوة كل الناس، الكفار والمسلمون كلهم أمة الدعوة، وأما أمة الإجابة فهم المسلمون خاصة الذين تقبلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أمة الإجابة. نعم. فاليهود والنصارى والكفار من أئمة الدعوة لأن الرسول مكلف بدعوتهم وقد دعاهم إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. رجل يسافر للعمل مسافة 100 كيلو يوميا ويرجع إلى بلده قبل أذان العصر، فهل يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر؟
ما دام في الطريق يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر، وإن صلى الظهر في الطريق وأخر العصر إلى أن يصل إلى البلد فلا بأس بذلك، هو مخير. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم لبس الدبلة للزواج؟ هذه عادة سيئة ليست من عادة المسلمين، هذه وافدة، عادة وافدة على هذه البلاد، وربما يعتقد فيها أنها تجمع بين الزوجين وتعقد المحبة بينهما، يكون هذه عقيدة سيئة. الحاصل أنها تترك ولا أصل لها في الدين ولا في العادة في هذه البلاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، أعتمر عن نفسي أو أعتمر عن من مات من أقاربي رحمهم الله، علما أني قد اعتمرت مرارا والحمد لله؟ مرة اعتمر عن نفسك ومرة اعتمر عمن تريد من الأموات، جزاك الله خيرا، شكل هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وجد إمام يداوم على قراءة قصيدة البردة فهل تصح الصلاة خلفه؟ إذا كان يعتقد ما فيها فلا تصح الصلاة خلفه، لأن فيها الشرك الأكبر. يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، عند حلول الحادث العامم: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، فوقها الغلو شيء؟ هذا كفر والعياذ بالله. الدنيا وضرتها من جود الرسول أو من جود الله سبحانه وتعالى؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ وعلم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، هذا يقول من علم الرسول، بعد ما هو كل علم الرسول، عنده أكثر من هذا. وين الغلو هذا والعياذ بالله؟ الذي يعتقد هذا كافر، وأما الذي جاهل ويشوف الناس يقرونه ويقراها جاهل، هذا مخطئ، وينصح قالوا لا تقرأها، فيها شر، فيها شرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول لعمري أو لعمرك عند القسم؟ ما هو القسم، هذا صار ما يستعمل الآن استعمال القسم، وله مقصود به القسم، هذا أسلوب عربي ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: انتشر عند بعض الناس التصوير مع القطط كالموضة تشبها بالغرب، فما هو حكم؟ يقول: انتشر عند بعض الناس التصوير مع القطط. مع إيه؟ مع القطط. كيف التصوير مع القطط؟ تصوير لا يجوز. قطط، ما أدري وش المقصود. تصورون معها موضة يا شيخ، موضة يتصورون معها. كيف يتصورون مع القطط؟ موضة يعني. اشرح لي هالموضة وش. ما أدري يا شيخ. تصوير ما يجوز إلا للضرورة، التصوير ما يجوز إلا للضرورة، لا مع القطط ولا مع السلاب ولا مع الذئاب ولا مع أي شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يفهم حفظكم الله من حديث منكرات الأهواء أن من الهوى ما ليس منكرا؟ الهوى اللي ما فيه ضلال لا بأس به، كل الناس لهم هوى، لكن اللي ما فيه ضلال ولا فيه خروج عن الشرع لا بأس به. لا، كل الناس عندهم، أنت تهوى زوجك، تهوى الطعام، تهوى الشراب، تهوى، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض البلدان يحضرون قارئا يقرأ القرآن جهرا أمام الناس قبل صلاة الجمعة، فما حكم ذلك؟ لا بأس، ما دام أنه قراءة قرآن وهم يستمعون وينصتون، ولكن كونه لا يعملون هذا ويتركون الناس كل يقرأ لنفسه أحسن. نعم. أثابكم الله.
هل هناك دعاء مخصوص يقال بين سجدتي السهو، وبماذا ندعو في سجود السهو؟ سجدتا السهو مثل سجود الصلاة تماما، يقول فيهما ما يقول في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، ويكررها. نعم، ليس لسجود السهو تسبيح خاص. نعم. أحسن الله إليكم. إذا مكث المريض فترة طويلة في المستشفى على السرير لا يتحرك بسبب الأجهزة، فهل يلزمه الوضوء أم يكتفي بالتيمم، وكيف طريقة صلاته؟ لابد من التيمم، يتيمم ويصلي الحمد لله، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. قلوا كيف يصلي يا شيخ؟ يصلي على حسب حاله، يصلي برأسه، يومي بالركوع والسجود برأسه. نعم. أثابكم الله. هل الأذان واجب في حق من كان وحده أو هو وزوجته، وكم أقل عدد تنعقد في البلد؟ في البلد يكفي أذان المساجد، في البلد يكفي أذان المساجد، وأما في البر يستحب أن يؤذن. نعم. يقول كم أقل عدد تنعقد بها الجماعة؟ اثنان فأكثر، الاثنان في الحديث، الاثنان فما فوقهما جماعة. نعم. أثابكم الله. لدي إبل رعت قرابة 8 أشهر، وبعد ذلك أعلفتها بقية السنة، فهل عليها زكاة؟ زكاة سائمة. نعم، إذا كانت ترعى أغلب الحول فبها زكاة السائمة، أما إن كان يعلفها فليس بها زكاة السائمة، لكن لو يبيع منها شيء يزكي قيمته. نعم. صلى الله عليكم. تكملة لسؤاله يقول: وإذا كان عليها زكاة هل يجوز لي أن أخرجها على دفعتين؟ حسب استطاعتك، هي دين في ذمتك، تخرجها على حسب الاستطاعة، لكن لا بد من إخراجها. نعم. أثابكم الله. من مات وعليه دين لم يستطع أداؤه لفقره، فهل تبقى روحه معلقة كما في الحديث؟ نعم نعم، معلقة بدين حتى يقضى عنه. من هنا يستحب لأحد إخوانه أو من علم من إخوانه أن يسدد عنه الدين. نعم. أثابكم الله. ما كيفية صلاة الوتر، وهل هي سرية أم جهرية؟ صلاة الوتر أقلها ركعة وأكثرها 13 أو 11 ركعة، وإذا وأدنى الكمال 3 ركعات، الشفع والوتر، ركعتي الشفع وركعة الوتر. نعم، فأقلها ركعة وأكثرها 13 أو 11، وأقل الكمال 3. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل لا أملك إلا بيتا واحدا ولي ورثة، هل يجوز أن أوقفه للفقراء والمحتاجين؟ إذا أوقفته في حياتك صحتك فلا بأس، وقفا منجزا، وقفا منجزا. أما إذا قلت وقف بعد موتي فهذه وصية ما تنفذ إلا في الثلث فأقل. نعم. أحسن الله إليكم. تسمية المولود هل هو من حق الزوج أم الزوجة؟ حق أبيه، تسمية المولود من حق الأب، حق للمولود على أبيه أن يختار له الاسم الحسن، وأن يختنه، وأن يذبح العقيقة عنه، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، أي من حقوق المولود على والده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح ما يقال أنه ليس من واجبات وحقوق الزوج خدمة الزوجة لزوجها
إلا إذا اشترط ذلك في عقد النكاح. يقول الفقهاء، لكن إذا رجعنا للصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناهن يخدمن أزواجهن، الصحابة كانت نساؤهم تخدمهم، حتى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كانت تخدم في بيتها، تحمل القربة، حتى أثرت في رقبتها حبل القربة. فاطمة بنت محمد تخدم زوجها علي بن أبي طالب، أسمى بنت أبي بكر تخدم الزبير بن العوام، فنساء الصحابة يخدمن أزواجهن. نعم. أحسن الله إليكم. هل عمة أمي وخالتها محرم لي؟ كيف؟ عمة أمي وخالتها هل تعتبر محرم لي؟ هذا المراد بالعمة، الحين يسمونها العمة لو هي بعيدة يسمونها العمة، فإذا كانت عمتها أخت أبيها فإنها تكون عمة له أيضا، عمة الأم وخالة الأم، عمة وخالة للإبن. نعم. أما إن كان يقول عمه من باب التقدير فقط وليست قريبة فهذا ما يعطي محرمية. نعم. أثابكم الله. ما هي السنة في طول الثوب؟ إلى الكعب، إلى الكعب، كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ لا بأس بذلك، فيها أحاديث لكنها ضعيفة، يقولون إنها وإن كانت ضعيفة تجتمع وتتعاضد تدل على الاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم. ما المقصود بالصداق العاجل والآجل في النكاح؟ العاجل الذي الحال، العاجل الحال، والآجل المؤجل. نعم. ثابكم الله. يقول السائل عندنا إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة بعد خطبة الحاجة يذكر عنوان الخطبة ثم يذكر عناصر الخطبة، فهل هذا صحيح؟ لا، هو صحيح، هذا يعني طريقة الإنشاء اللي بالمدارس يذكرون العناصر ويذكرون، يبدأ بالخطبة والحمد لله على ما جاء في الشرع. نعم. أحسن الله. بحمد الله والشهادتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الموعظة والتذكير والتنبيه على الأمور التي يحتاجونها، ثم يختمها بالقرآن، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم لبس الكمامات أثناء الحج والعمرة وأثناء الصلاة؟ إيش الكمامات؟ اللي على الخشم، اللي على الأنف. بالنسبة للرجل لا بأس بذلك عند الحاجة. نعم. وأما المرأة تغطي وجهها عند الرجال كله، تغطي وجهها، وعند إذا كان ليس عندها رجال تكشف وجهها لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هل الأذكار الواردة ممنوع على الرجل تغطية الرأس، أما تغطية الوجه والفم والأنف لا بأس به. نعم. هل الأذكار الواردة بعد الصلاة هل تكون بعد صلاة الفريضة فقط أو الفريضة والنوافل؟ بعد الفريضة فقط، ما وردت بعد النافلة. نعم. أحسن الله إليكم. شخص يداوم بنظام المناوبات ولكنه يخرج أثناء مناوبته لبعض ساعات، فقرر أن يخصم هذه الساعات من راتبه ويدخلها في حساب إبراء الذمة
الذي أمر به خادم الحرمين حفظه الله، فهل تصرفه هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. المطلوب قيامه بالعمل، مطلوب قيامه بالعمل. كيف يتغيب عن العمل ويقول أطلع اللي قابله من الراتب؟ ما يكفي هذا. مطلوب وجودك في العمل وقيامك في العمل، ولا تضيع شيء من مدة العمل إلا لعذر شرعي. نعم، ولا اترك العمل لغيرك. نعم. أثابكم الله. يقول: أعطيت شخصا مبلغا من المال ليقوم بذبح دم في يقول أعطيت شخصا مبلغا من المال ليقوم بذبح دم في مكة بدلا عني، وذلك حسب فتوى في ذلك. وبعد فترة قابلت الشخص وأفاد أنه قام بذبح الدم، وقال لي أحد الأصدقاء أنه غير أمين، فهل أعيد الذبح مرة أخرى؟ إذا كنت تثق منه قال لك أنه ذبح، الحمد لله. أما إذا كنت ما تثق منه وما تعرفه فلا توكله، لا توثق، توكل إلا من تعرف وتثق به، هذا في ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل القي نجس؟ نعم، بلا شك، خارج من المعدة، ما خرج من المعدة فهو نجس. نعم. أحسن الله إليكم. ما المقصود بقوله: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؟ واضح، ربما أن الإنسان يحفظ الأحاديث ويحفظ القرآن وهو ما يفهم المعاني، هذا ما هو بفقيه، هذا حافظ فقط، هذا حافظ فقط ولا يفهم المعاني، يحفظ النصوص ولا يدري عن معانيها ولا يعرفها. نعم، هذا حامل فقه غير فقيه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز التبسم في وجه الكافر إذا كان يرجى له الهداية؟ ما أمرنا بالتبسم في وجوه الكفار، أمرنا أن ندعوهم إلى الله وأن نرغبهم في الإسلام، فإذا أسلموا تبسم لهم وانبسط معهم، أما قبل أن يسلموا فأنت مأمور بدعوتهم إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في الحديث الطويل في صحيح البخاري الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعض طلبة العلم ليس منه فائدة، فما توجيهكم؟ سبحان الله، ليس منه فائدة، أنت اللي ما فيك فائدة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقول ما فيه فائدة؟ فيه فائدة إن هرقل اعترف بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: لو أخلص إليه لحملت نعليه عليه الصلاة والسلام، لكنه لما رأى قومه لا يقبلون آثر الحكم على الإسلام، نسأل الله العافية، وهو يعرف أن الرسول حق، خشية على ملكه، خشية على ملكه، وإلا هو اعترف وعرف علامات الرسول وصفاته عليه الصلاة والسلام، فكيف يقول ما في فائدة؟ إذا كان الكفار اعترفوا بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، تقول ما في فائدة؟ نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز لأن أبا سفيان يوم يسأل هرقل وهو مسلم، ليس مسلما، لكنه تحاشى الكذب، تحاشى الكذب على الرسول، لأن العرب عندهم شيمة، ما يكذبون إلا نادرا، فهو تحاشى الكذب. نعم. يقول: هل يجوز لطم الأطفال بالطين لطرد العين، وهل ورد في ذلك في عهد النبي؟ لا، هذا أذى، يلطخهم بالطين هذا أذى. نعم، العين عليك بالورد، عليك بالورد لحفظهم. نعم، تورد عليهم صباحا ومساء. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز الالتصاق بالملتزم بالجسد
لا، الوقوف بالملتزم يا أخي، ما هو بالالتصاق، الوقوف بالملتزم وتدعو، وهو ما بين الركن والباب، تقف فيه وتدعو الله عز وجل ولا تلتصق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: طلب مني لدراسة العلم الشرعي خطاب موافقة من الكفيل، يقول طلب مني لدراسة العلم الشرعي خطاب موافقة من الكفيل، فهل يمكن أن أكتبه بنفسي لطلب العلم؟ لا، الكفيل هو اللي يكتب الإذن، هو يكتب الإذن ولا يأمر من يكتب، هو أنت اللي تكتب. نعم. أثابكم الله. يقول: هل من كلمة حفظكم الله لبعض المصلين الذين لا يهتمون بنظافة أبدانهم؟ عليهم أن يهتموا بنظافة أبدانهم وثيابهم لأجل الصلاة والوقوف بين يدي الله والالتقاء بإخوانهم في المساجد، عليهم أن يتزينوا وأن يأتوا بأحسن ملابس وأحسن صورة ويتطيبوا، يعتنوا بهذا، لأن المساجد لها حرمة والمصلون أيضا لهم حرمة، والصلاة نفسها أيضا لها حرمة، تتطلب النظافة، تتطلب الرائحة الطيبة، والملك يحضر عند قراءة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في عقد الزواج أكتب أحد الشروط، وهو دفع مبلغ من المال عند الفوات والموات، فهل عند الموات يعتبر دينا؟ مهر الزوجة واجب سواء فاتت ولا ماتت ولا أنت مت، هذا لابد منه، واجب. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فهو حق لها عليك، سواء طلقتها أو ماتت أو أنت مت، حق حتى الميت إذا مات وما أعطاها صداقها يؤخذ من تركته، يعطى لها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال: هل تجوز المزاحمة في الصف الأول أو في الصف عند في المسجد الحرام والمدافعة أثناء الصلاة؟ لا يجوز الإضرار بالناس والتضييق على الناس، الحمد لله المسجد الحرام واسع والصفوف كثيرة، إذا ما وجدت في هذا الصف مكان تجد الصف الثاني، ولا تضايق الناس وتضار الناس وتؤذيهم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وصلى الله على نبينا